دكتور حمدي عمارة، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هناك مبادرات ساهمت بها جامعة مدينة السادات لخدمة المجتمع، ومنها صناعية مصر وحياة كريمة. ما الدور الذي يقوم به القطاع بالنسبة لخدمة هذا الأمر؟ هو الحقيقة القطاع زي ما حضرتك عارف هو منوط بخدمة المجتمع، وبالتالي احنا بننتظر ان احنا نلاقي مجال نقدر نمد ايدينا لاي حد في المجتمع المدني بيحيط بمدينه السادات او في مدينه السادات او في اي مكان من محافظه المنوفيه، ان احنا نقدر نساعد يعني. وبالتالي لما انطلقت من المبادرات الرئاسيه اللي هي مبادره صناعيه مصر ومبادره حياه كريمه، احنا على طول كنا من اولى الجامعات اللي بدانا على طول العمل ومشاركه وتفعيل هذه المبادره داخل محافظه المنوفيه. بالنسبه لمبادره حياه كريمه، ودي كانت بتتضمن اختيار قرية أو عزبة أو مكان يكون أكثر احتياجا للمساعدة بالمحافظة. احنا حقيقة عملنا فحص لعدة أماكن بمحافظة المنوفية، واستقر الرأي على عزبة اسمها عزبة سيدي صالح بمركز الشهداء بالمنوفية. ليه العزبة دي؟ لأن العزبة دي الحقيقة عندها حرمان من حاجات كتيرة جدا. لأن العزبة دي تعداد السكان فيها حوالي 5000 نسمة، ما فيهاش ولا مدرسه تحت اي مستوى، ولا حتى مدرسه ابتدائي، ما فيهاش وحده صحيه، يعني التعليم فيها في منتهى الصعوبه، ان الاطفال الصغيرين دول عندهم اللي بيبداوا حياتهم بيمشوا على رجليهم 3 4 كيلو عشان يروحوا مدرسه ابتدائي في قريه مجاوره، وبيتعرضوا لمخاطر وحوادث وشكوى سمعناها من اهالي العزبه كتير جدا في الموضوع ده. نمره 2، ما فيش وحده صحيه، يعني ما فيش خدمات صحيه، مفيش رعايه، وبالتالي كانوا بيعانوا الامرين وما زالوا. 3، من الحاجات الملحه عندهم ما فيش عندهم فرن عيش، يعني بيجي لهم برضه العيش من قرى مجاوره. دي الحاجات الثلاثه اللي هي المشاكل الكبيره اللي محتاجه دعم من الجهات المعنيه، ان احنا نتواصل فيها مع جهات معنيه. الحاجات اللي احنا نقدر نعملها احنا قمنا بيها وما زلنا بنقوم بيها. زي بقى؟ زي عملنا لهم قافله طبيه. نزلنا البلد بقافلة طبية وتم الكشف على 550 حالة في جميع التخصصات الطبية، وتم صرف الأدوية اللازمة كلها في نفس اليوم. جميل جدا. تم أخذ عينات من الناس اللي محتاجة تحاليل، وتم عمل التحاليل هنا بالجامعة، تحاليل طبية. دي كانت أول قافلة نزلت القرية. القافلة الثانية نزل قافلة بيطرية بجميع التخصصات من أساتذة الطب البيطري بكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات. تم أيضا عمل الكشف اللازم على الماشية والحيوانات بالقرية، لدرجة إن احنا عملوا الأساتذة بتوع المتخصصين وأساتذة الجراحة في كلية الطب البيطري عملوا تقريبا 4 أو 5 عمليات جراحية يوم القافلة. كانت قافلة ناجحة جدا الحقيقة، وكانوا سعداء جدا اهالي العزبه يعني. كان فيها الرئيس يعني وكل سعادتك. والقافله دي القافله البشريه، يعني القافله البشريه انا كنت فيها. القافله البيطريه كان فيها رئيس الجامعه الاستاذ احمد بيومي، والحقيقه هو مهتم جدا جدا بتوفير كل السبل للقوافل دي. جميل. لدرجه ان هو في القافله البيطريه جه معانا على راس القافله وشارك في القافله لغايه من صباح اليوم القافلة إلى نهاية اليوم. عمل ميداني واضح ومباشر. عمل ميداني وشغل ميداني بحت يعني. جميل. القافلة الثالثة اللي جاية إن شاء الله دي في غضون أسبوعين إن شاء الله هتتم. هتبقى قافلة تثقيفية عن صحة المرأة. في نفس المكان. في نفس العزبة. تمام. إحنا تولينا العمل في العزبة دي. كويس إن دي شريحة يتم تسليط الضوء عليها في كل الخدمات. بالظبط، لغاية ما نوفر لها المطلوب بقدر ما نستطيع. ولغايه ما نوصل صوتهم للجهات المسؤوله في المشاكل الكبيره زي المدرسه وغيره بقدر ما نستطيع، هنبدا نبص دي قريه اخرى او مكان اخر ان شاء الله. وده انا بحيي حضرتك عليه وبحيي اداره الجامعه، ان ده الدور التنويري لجامعه زي مدينه السادات لازم تقوم بيه فعلا. ده بشكركم عليه شكرا جزيلا. والله هي رساله احنا مؤمنين بها جدا. بالظبط. استاذ الدكتور احمد بيوم رئيس الجامعه، انا بصفتي نائب رئيس الجامعه عشان المجتمع، الجامعه كلها قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه مؤمنين ان رساله الجامعه ليست تعليميه وتخريج طلاب او بحثيه فقط. عظيم. لا، دي الجامعه لها رساله خدميه ومجتمعيه اساسيه. جميل. لازم كل الامكانيات البشريه والماديه الموجوده في الجامعه تكون مسخره لخدمه الاقليم والمحافظه الموجود بها الجامعه،
وده اللي احنا بنحاول نعمله وسعداء بذلك الحقيقه، وبنعتبر ده تشريف لينا وبنكون سعداء جدا ان احنا بنقوم بهذا الدور. عظيم جدا. القافله الثالثه دي ان شاء الله هتتم وهتكون عباره بقريه سيدي صالح استكمالا لمبادره حياه كريمه، وهتكون دي فيها مساعدات ان شاء الله ماديه، واحنا متواصلين فيها مع رجال اعمال المجتمع المدني كمان يعني رجال اعمال جايين معانا، ورجال الاعمال ايضا كانوا عاملين لنا دعم في القافله البيطريه. جميل جميل جدا. دور جميل جدا، تكاتف كبير جدا، تكاتف كبير جدا بين الجامعه والمجتمع المدني في خدمه ابناء المحافظه اللي هم الاكثر احتياجا لاي مساعدات. يعني ان شاء الله احنا مستمرين بقى في الموضوع. المدرسه الوحده الصحيه بدات تكتب طلبات، وعندهم ارض ترعه برضو عامله مشاكل، عندهم تلوث وغيره، والفرن البلدي، الحاجات دي كلها بتعمل بها مذكرات. وهيتم التواصل ان شاء الله مع معالي المحافظ المنوفيه، وهو راجل بيساعد جدا اللي هو سعيد عباس، والجهات المعنيه الممثله في وزاره النقل وزاره التعليم التربيه والتعليم للمدرسه، ووزاره الصحه للمستشفى والوحده الصحيه ان شاء الله، وزاره التموين بالنسبه للفرن باذن الله تعالى.